برزت هذه الأيام بصورة مكثفة في وسائل التواصل الاجتماعي في السودان شائعات كبيرة تتوقع حدوث أزمة في المواد البترولية في السودان بسبب وجود بعض المركبات أمام طلمبات الوقود. وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد شهدت خلال الشهور الماضية طوابير السيارات أمام عدد من طلمبات الوقود في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان، مع شكاوى السائقين من فشلهم في الحصول على حصة من البنزين بسرعة، بل وتتطلب منهم ذلك الوقوف طويلا أمام محطات الوقود. وشهد السودان خلال الشهور الماضية تنامي السوق السوداني في الجازولين، وقد شهدت مواقف المواصلات في الخرطوم أزمة في مركبات النقل العام وازدحاما للمواطنين خلال المواقف. وللتعليق حول الموضوع معنا عبر الهاتف الأمين العام لنقابة النقل والمواصلات في ولاية الخرطوم محجوب محمود تركاوي. أستاذ محجوب، السلام عليكم، مساء الخير. مرحبا أخونا عاطف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، كيف تنظر إلى هذه الشائعة وما هي أهدافها؟ والله حقيقة إنها شائعة يعني. نعم. وبنأكد إنه ما في الآن سوق المواد البترولية تمتع بوفرة، ما في صفوف كبيرة، وما عندنا معاناة في صفوف المواصلات الداخلية أو اللواري أو الشاحنات اللي بتعبر لكل ولاية السودان يعني. وتواصلنا اللصيق مع الاتجاهات المعنية بالبترول وتوزيع البترول بنأكد إنه يعني نحن طمنونا كثير إنه في مخزون متوفر وما في ندرة على الإطلاق. طيب يعني نعم تفضل. حقيقة إن الفترة الماضية قبال 5/12 في ندرة وفي صفوف وفي، لكن الآن يعني في بنعاني من قلة من يركبون على 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 على, على المواعين بتاعت المواصلات الحافلات والوصاف، يعني المواقف خالية من الاقتباس والزحمة. وبنأكد إنه ما في زيادة لا في الوقود ولا في تعرفة المواصلات. طيب أستاذ محجوب، ما هي أسباب وجود بعض الصفوف لمركبات أمام محطات الوقود؟ الآن يعني هذه الصفوف قلت كثير وما في زحمة، عبارة عن 5-6 حافلات في الهود، شيء عادي أفتكر بالنسبة للبنزين. ونحن بنشهد اليوم وأمس بعض التصريحات بأن مصفات بورسودان الآن جاهزة لتوفير 90% من مخزون البنزين، وده بيطمننا جدا نحن في المواصلات. والوقود الآن فيه وفرة ومعاناة كثير في صفوف الجازولين ما موجود. نعم. أيضا يعني ما هي الجهود أستاذ محجوب عبر الشركاء المحليين والشركات المختلفة حول ضمان استمرار انسياب الوقود؟ في الفترة الفاتت كانت المسألة فيها كثير من العشوائية، فيها عدم ضبط وتنظيم ورقابة، ده أدى إلى وجود سوق أسود في المواد البترولية خاصة الجازولين. وده بتضافر الجهود مع الجهات المعنية ذات الصلة، الناس قدرت تحسم كثير من الفوضى اللي كانت موجودة في تنظيم الصفوف وتنظيم صرف تخصصت طلمبات خاصة بالحافلات، طلمبات خاصة بالسيارات الكبيرة الشاحنات الكبيرة واللواري، وطلمبات خاصة الآن بالشركات الكبيرة والجهات التجارية الأخرى. فكل له تخصص، له طلمبات مخصصة، وده قلل كثير من الاكتظاظ والزحمة، لأن البص بيجيب في محل البص والحافلة بتجيب في محل الحافلة والمصانع بيجيبوا في طلمباتهم المعنية. نعم. فالتنظيم ده أدى إلى كثير يعني أزح كثير من المشاكل اللي كانت موجودة من في ومظاهر الفوضى اللي كانت موجودة في أزمة الوقود. طيب أستاذ محجوب، هل يعني تأرجح الأسعار العالمية وتصاعد النقد الأجنبي يؤثر سلبا في استيراد البترول؟ والله بيأثر سلبا، لكن احنا البعنينا في المسألة انه لغاية الآن
ما في اي زياده من الدوله لينا نحن في قطاع النقل والمواصلات على الاطلاق، نفس تعريفتنا القديمه محدده لينا بقيمه اللتر، الان هو المبلغ اللي قاعدين نتعاطاه بنفس السعر وبنفس الكميات الزمان بناخذه ان شاء الله. وزي ما قلنا الان في اتجاه على اساس انه الجهاز التجاري اي كل انسان له رغبه في انه ياخذ حصه تجاريه المساله دي متوفره له، وده بخفف لنا نحن في الجهاز المدعوم بنستغله للمواصلات وبنستغله للاشياء اللصيق بالمواطن. نعم استاذ محجوب، يعني هل المواعين التخزينيه في السودان كافيه الان لضمان يعني احتياطات لتغطيه حاجه الولايه من البترول؟ بالتاكيد نعم، لانه الفتره اللي فاتت الفتره اللي ما كانت فيها ازمه كان المواعين بتسع كل الكميات اللي احنا محتاجينها. الان المواعين دي ما موجوده اصلا، بل ان قله المواد البتروليه يمكن ادى الى الندره، لكن ما افتكر في مشكله في استيعاب اي كميات ثانيه بالنسبه للمواعين التخزينيه في الولايه. استاذ محجوب، ما هي اسباب تكرار ازمه الوقود خلال العام الماضي؟ وهل الحكومه الان هي جاده في انهائها بصوره جذريه؟ في تقدم الان، نحن عانينا كثير من الندره في الفتره الفاتت، والمؤسسات المعنيه بتوفير الكميات اللازمه من الوقود لنا في قطاع النقل والمواصلات، والمؤسسات اللي تقوم توزع الكميات دي على الطلمبات، نحن على صله وثيقه بها طمنونا كثير انه الكميه دي حتكون متوفره وحتزيد توفيرها ان شاء الله في الفتره القادمه. الان الموقف بالنسبه لنا في المواصلات والله موقف مطمئن، وبالنسبه لنا في الشاحنات والناقلات نحن قاعدين نكب، وافتكر الناقلات قاعده تؤدي دورها عبر الولايات بسلاسه وانسياب تام. الأمين العام لنقابة النقل والمواصلات في ولاية الخرطوم محجوب محمود تركاوي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.